اهلا بكل الساده المشاهدين على طبعا شاشه قناه النادي الاهلي. النهارده فعلا عندنا ملفات كتيره جدا، هنتناقش مع ضيوفنا في ملفات كتيره جدا جدا، لكن خليني بس ابدا مع حضراتكم مع ملف مهم جدا جدا. النهارده زي ما احنا عارفين كان الكابتن محمود الخطيب عنده جلسه خاصه جدا مع اللجنه الخماسيه او اعضاء اللجنه الخماسيه في اتحاد الكوره بشان القيد المحلي. خليني ارجع بس مع حضراتكم كده بالذاكره لورا شويه. احنا عارفين طبعا ان اتحاد الكوره كان قرر فتح باب القيد للانديه الخاص بالموسم الجديد طبعا من يوم 4 اكتوبر لحد 4 من 7 اكتوبر لحد 4 نوفمبر طبعا. وخلينا نتكلم ان احنا في الوقت ده بالذات كنا بنتكلم ان الكلام ده يا جماعه ما ينفعش، لان زي ما انتم عارفين كان النهائي الافريقي محدد ليه يوم 6 نوفمبر، وبالتالي اتكلمنا وقلنا ما ينفعش، وبالتالي يعني تجاوب المسؤولين وفتحوا باب القيد مرة تانية بس خلوه لي طبعا. احنا كنا عارفين طبعا ان المباراة يوم 6 نوفمبر، هم قالوا خلاص هنقرر ان احنا هنأجل القيد شوية. خلينا ان كل الاتحادات بتعمل لصالح اللعبة، وكل الاتحادات بتعمل لصالح كل المنظومة، اذا كان لاعبين مدربين الاندية كل دوت بيشتغلوا عليها بشكل كويس جدا. لكن طبعا احنا عارفين ان المباراه خلاص نتيجه طبعا لتاجيل وبسبب كورونا وتاجيل المباراه قبل النهائي مع الزمالك والرجاء، تقرر النهائي هيبقى يوم 27 نوفمبر. وده طبعا يعني خلينا نتكلم ان اتحاد الكوره قرر مد الفتره ديت لغايه 19 نوفمبر، بنقع تاني في نفس الخطا ان تاني يعني النهائي كان يوم 6 نوفمبر عملته القيد 4 نوفمبر، طب النهائي بقى 29 خليته القيد بقى يوم 19. يعني في اعتقادي يعني تخبط كبير جدا جدا. يعني انا بخاطب كل المسؤولين في اتحاد الكوره على يعني على اي اساس بتحط البلاننج، على اي اساس فكرت انك تقفل باب القيد قبل انتهاء المباراه النهائيه اللي هي يوم 29؟ يعني بالشكل دوت اكيد النادي الاهلي هيخسر لاعبين مقيدين عنده في القائمه الافريقيه قبل مباراه نادي الزمالك. طيب السؤال هنا ليه ما خليتوش يعني المباراه خلاص اتحددت يوم 27، ما تخلي القيد 29، ما تخلي القيد نهايه شهر نوفمبر؟ يعني ايه المشكله اللي هتحصل؟ زي ما اتكلمنا قبل كده كمان هنا في البيت الكبير، يا جماعه انتوا عاملين يوم 4 والنهائي يوم 6، طب ما تخلوها يوم 9 او يوم 12. نفس الخطا بيتكرر مره ثانيه. انا مش عارف يعني هم بيفكروا ازاي والبلاننج بيتحط على هاني اساس. يعني فرقت ايه حضرتك ان دلوقتي من يوم 19 ليوم 30 نوفمبر؟ محدش ليه عندك حاجه، انت بتنظم بطوله للسنه الجايه، احنا عارفين الموسم ده موسم استثنائي، وبالتالي محدش هيلوم عليك في حاجه. وانتهاء القيد في الفتره ديت اولا هيحرم لعيبه النادي، انا ما بتكلمش عن النادي الاهلي بس، احنا بنتكلم على كل الفرق اللي هتلعب على المستوى الافريقي، بنتكلم خاصه على النادي الاهلي والزمالك. نادي الاهلي والزمالك هيفقدوا بعض اللعيبه او هيضطروا اللعيبه الموجوده ديت ان هيبقوا اللي بعد النهائي ويتم استبدالهم، فعمليه في لخبطه كتيره جدا جدا. المشكله في التخطيط.